اتكلمنا مع حضراتكم عن حصاد مصر من بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، وقلنا ان استطاعت مصر ان تحصد 4 ميداليات، 2 ذهبيتين وميداليتين برونزيتين. حصلت نانسي طمان على الميدالية الذهبية، وعلي زهران حصل على الميدالية الذهبية ايضا، وكنا اتكلمنا عنهم في حلقة امبارح لو حضراتكم تابعتونا. الجديد ان في ميداليتين تانيين برونزيتين لكل من زينة ابراهيم وماندي محمد. امبارح كان الحقيقة ختام البطولة اللي شهدت الايام الماضية منافسات ساخنة جدا بين جميع المنتخبات. طبعا الكل عايز يعني يحضر اللحظات اللي ما بتتنسيش دي، لحظات التتويج والوقوف على منصات التتويج في تلك البطولة العالمية اللي بتقام للمرة الاولى داخل قارة افريقيا، وتم اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي. ليه؟ نظرا لقدرتها العالية على استضافة الأحداث العالمية في الظروف الاستثنائية الراهنة اللي بيمر بيها العالم كله بسبب طبعا انتشار وباء كورونا. البطولة شهدت مشاركة حوالي 300 لاعب ولاعبة من 16 دولة، والحقيقة برضو لازم نقول والكلام ده انعكس بشكل واسع جدا على وسائل التواصل وعلى الصحافة الرياضية، يعني كان في إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة اللي طبقتها اللجنة المنظمة. كالعادة بنقول مبروك لمصر، مبروك حسن التنظيم، مبروك السكسي العالي اللي خدناه على الصعيد العالمي، إلى جانب طبعا المبروك على الميداليات الذهبية والبرونزية.